انتبه انتبه اشقر مع هجرة ليلي. غو بونجور هاجر، مرحبا. غو بونجور، مرحبا امين، مرحبا اياد. الناس يسمعوا فينا يتفرجوا فينا الكل. كما قلنا باش نحكيوا على مره اخرى نظريه هل الارض مسطحه ولا كرويه الشكل. الموضوع هذا عتجبد البارح في جودي تو وقت اللي كان ضيفكم البارح اشرف الكولي صديقنا وزميلنا. نسمع شنو قال. انا نقعد في داري نقرا كتب، نقرا نقرا نقرا، مش نقرا في فيسبوك منا ولو اني نقراها معناها. وكنت نعتقد في الأول ونقرأ زد راهو القرآن مش من التزمه الديني، وقريت التوراة وقريت الأناجيل وقريت عدة حضارات، ووصلت لاقتناع لأنه قنعوني الآخرين. وخلي نحكي عليها، فما برشا باش يقولوا لي أشرف ما حكيتش حكيت عليها. نأكد لك علميا ومنطقيا وفلسفيا وتاريخيا في الحضارة أن الأرض مسطحة وليست كما يعتقدون. ولا دونك الكلام هذايا اللي مش أول مرة يتقال، هو أشرف الكولي كان قاله أول مرة في إذاعة جوهرة عام 2020 وقتها برنامج تحت السور. وفما وقتها زادة أطروحت الدكتوراه اللي تعملت في صفاقس وتقدمت وعملت جدل كبير في تونس. ولكن نرجعوا هي لحكاية الأرض المسطحة في العصر الحديث، بدأت في القرن 19 وقت اللي فما فيلسوف قال الأرض مسطحة، وخرجت بوقتها بعد برشا ناس يتبعوه في عام 1956. كيف كيف كان فما وقتها اسمها Flat Earth Society، أورغانيزاسيون كبيرة تعتقد أن الأرض مسطحة. وترجع لليوم نلقاو في القرن 21 أنه في عام 2017 عملت أول مرة Flat Earth International Conference في كاليفورنيا. وقتها مشاو برشا ناس يعتقدوا أن الأرض مسطحة ويتناقشوا في الموضوع هذا. Over 50 hours of video. We have one thing in common. We live on a flat plane. It could be this sort of dimension. Don't take my word for it. I could be a mental patient recently released from an institution. I had to go with it being flat based on my gut feeling and common sense evidence. Then I was looking around to see who was making a working model of the flat earth. الآراء مختلفة في برشا حضارات وبرشا بلايس وعبر العصور، ومازلت الناس فما ناس تعتقد أنه الأرض نجم تكون مسطحة الشكل. هذا يا دكتور الكيلاني اللي هو يجمع بين العلم وبين الدين ويحاول يثبت ويدحض النظرية هذية ويأكد أنه الأرض كروية الشكل. إنه الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وإذا الأرض سطحت. إذن يجب أن نفهم هندسيا وعلميا وبأبسط مبادئ العلم عندنا حاليا هي كرتين. نعم. هذه الكرة غير مسطحة، هذه الكرة غير مسطحة أبدا. فعندما قال تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، أي أصبح سطحها مسطحا. وعندنا في أبسط مبادئ الرياضيات عندنا قانون يحسب حجم الكرة وقانون يحسب سطح الكرة، فكل كرة لها أيضا سطح والمكعب له سطح وله حجم. يعني مثال، في بيوتنا هنا سطح البيت يكون مستويا، في أوروبا سطح البيت يكون على شكل هرم بسبب الثلوج. إذن لا يعني كلمة سطح أو مسطح أنه مستوي. إذن قلنا قد يكون السطح بشكل هرمي. ونعيد أيضا، هذه كرة غير مسطحة وهذه كرة مسطحة. ولا دونك هذايا حاول باش يفسرها بين الكلام اللي يقول لك في القرآن يقول الأرض مسطحة، فسرها بطريقة راهو مسطحة مش معناها منبسطة الأرض. حسب الدكتور الكيلاني قال حاجة أخرى، فكرة أنا فكرت فيها ولكن نلقاها يحكي فيها، أنه وقت نسافروا مثلا من باش تمشي من الشرق للغرب مش نفس المسافة باش تمشيها مثلا أنت من قارة آسيا باش تمشي لأمريكا، فالدورة هذايا والدورة اللي من هنا معناها هي كرة مسطحة من الفوق والبطن. مثلا أنت كيفاش تمشي من، إذا كان نمشيو بالنظرية هذايا شي قصة دونك المسافة باش تولي طويلة برشا إذا كان باش تقص على اليمين وعلى اليسار. هذايا اللي حاب يفسره، نسمع شنو قال. وسنعطي مثال واقعي وشركات الطيران موجودة. إذا الطائرة سافرت من دبي إلى شيكاغو، عندنا طائرة سوف تسافر من دبي إلى شيكاغو، لماذا هذه الطائرة تذهب شمالا إلى موسكو ثم تعود إلى شيكاغو؟
مع أنه لو كانت الأرض مسطحة يجب على الطائرة أن تذهب من دبي إلى السعودية إلى المغرب مباشرة على المحيط الأطلسي على شيكاغو. هذا الطريق أقصر عندنا في الهندسة المستقيم، أقصر مسافة بين نقطتين. لكن إذا فعلا ذهبت بهذا الشكل من دبي إلى السعودية إلى شيكاغو سوف تقطع هذه المسافة كاملة بشكل عملي. أما من فوق موسكو سوف تقطع هذه المسافة فقط. استطلاع رأي عملته يوغوف في الولايات المتحدة الأمريكية وري عام 2018 أنه 2% من الأمريكان البالغين يعتقدوا أن الأرض مسطحة. به الساعة بشتد الأمور واضحة بالله. نحب نعمل مقدمة صغيرة أخي إيد، أرى الاختلاف في الأفكار والآراء لا يعني قلة الاحترام. طب يسور ما تم ذي المقدمة رأي مهمة جدا، خاطر احنا اللي ما يخالفنا في الرأي ولا اللي يعطينا فكرة مانيش معناتها قابلينها ولا ما تأول حاجة نعملوها نبدأ الساعة نخرجوا كل السبين والكومنتير الخايبين وخرجوا كل عقد وكل باش نثبتوا اللي هو غاد نقشوا بالعقل. علاش نقش فيه بالسبين؟ معناتها أنا فقدت هذا، كل واحد حر في فكرته بيان سور، معناتها كل واحد عنده فكرة، يحب مسطحة يحب مستطيلة يحب مثلثة وعنده أدلته هو حر، معناتها علاش ما نقعد نسبوا في بعض. هو شوف ما زوز جوانب انه التجريح الموضوع خاطر الكلمه هذه ينطبق على كل الحلقات، يعني حسيت لي احنا لا خاطر معناتها السيده خرجت اشرف معناتها صديقي واتشرف بصداقتي وشخص كان هو مش هو جايب هالنظريه ترى معناها ما في كل تختلف معه في فكره علاش معناتها تخرج العقد الكل ما فهمتش علاش معناتها كيك احنا اي حاجه احد يختلف هذيك علاش قلت لك صالحه جمله صالحه لكل الحلقات ناس يسبوا غراتويتمون مع الاحترام، معناتها يلزم انه حق كل شخص يعبر على رايه وعلى فكرته. انت متبني فكره الارض المستويه؟ لا شوف كيما تجي انت مثلا تقولي امين انا مقتنع انه واحد مع واحد يساوي ثلاثه تيختنا عبيد باش على لا شنو ما نحكي ما نحكيو في هذا نحكيو في علم تو شفت كان جات المساله تتعلق بالعقائد حتى هما يحكيو من من منطلق علمي يقول لك بطريقه علميه يفسروها مش انا باش نحكي لك بمنطلق علمي كيف اليوم معناتها يمشي رائد فضاء لستاسيون سبيسيال انترناسيونال وياخذ اباري نتاع التصوير ويعمل بث مباشر للكرة الأرضية وهي معناتها كروية الشكل، ظهر لي بعد المعاينة بالعين المجردة ما عادش تولي فما نظريات، بقى انه اللي يحب يخمم كيك حقه ما ناقشش انه فما ناس كل حد نفس النظريات يدخل انه الانسان لم يصعد الى القمر وهي مصورة في استوديو مش منها. معناتها اليوم مثلا الناس قاعدين يطلعوا للمحطة الفضائية الدولية مش قاعدين يطلعوا ودليلهم على ذلك يقول لك مصورين في استوديو مش كمل يقول لك دليلهم على أنا لا أتبنى هذه الفكرة معناتها يقول لك الإنسان هاو الإنسان المعاصر نرمو أسهل أنه يطلع للقمر هاو خاطر التكنولوجيا متطورة ونجمه في قبيلي هو مش بالرسمي مش كيما قبل دونك هذاك علاش ما عاودش رجع للقمر وعلاش ما يرجعش للقمر رجعوا برشا مرات للقمر بعد مش بالطريقة نتاع لينا نتاع أمسترونغ وغيره خاطر هذيك صارت المره الاولى طو... معناتها هو موضوع اخر مختلف هما كلهم بعضهم نفس النظريات هم متبنينهم هما اي فوالا تو سمحت احنا في مجموعه شمسيه تو كي نغزروا للقمره انت ماك تشوف هالقمر كرويه الشكل ولا منبسطه تو ديبون ايد ساعات الليل في اي ساعه من ساعات النهار يغزر لها امين مش مشكل به ولكن الشمس كيف كيف حتى في القران يقول لك اذا الشمس كورت دونك اليوم فما راهو المعاينه وما اجمع عليه العلماء بال معاش نظريه شفت جاليلي وقت اللي قال الارض التون كانت نظريه ما شافش ما عاينش قالها عدموه ومن بعد عدموه ولكن طلع على حق بعدها اليوم ما عادش نحكيه احنا في مساله نظريه هذه امور اثبتها العلم بالمشاهده بالاكسبيريونس معناتها دونك زي كورونا ماهوش فيروس هي مؤامره باش يزرقونا ديبيوس في بدنا والفاكسان هو مجرد ديبيوس ايد معناتها ما سمعت هذه النظريه انا البيوس اللي عندي وين جربها يطلع ريزوتا معناتها يقول لك وفيروس هو مخبري للقضاء على جزء من الانسانيه حتى الكرة الأرضية ما عادش تهزنا معناتها الكل رزنا عليها معناتها تحب تتخلص منها شوي هي ما منبسطة عاد هي مو تحتها منبسطة ترزنا ترزنا مش كان مكورة بل ما عادش تهزم الدور يعني كرزنا عليها والخيرات اللي موجودة فيها ما عادش تهزم الإنسانية دونك هذاك علاش لازم ينقص عدد البشر معناتها النظريات هذيا اللي قاعدة تدور وتلقى في صدى كبير برشا
ما تهي عليه، علاش الانسان ساعات يصدق حاجات؟ ما راهو هنا نحكيو على اقليه كما قلت لك، مثلا هاجر في امريكا راهو فما كان 2% اللي صدقوا. نرى فيهم برشا 2%. اي وبرشا ديجا معناتها، مي اليوم اغلبيه البشر ما صدقوش. هذه لا بروف، الناس ملايين مئات الملايين من الناس اللي مشات لقحت في العالم، والا اليوم ما يدرس في الجامعات نتاع العالم الكل، دونك يثبت انه النظريات هذه قد يكون فما قسم من البشريه اللي اميل لعدم تصديق الحاجات اللي تؤمن بها الاغلبيه. راه فما ناس يقول لك شبيه سي رفيق عليا اليوم، قال لك مستطيله ترى هو من جماعه المستطيله. مستطيله اخويا هو حر، مستطيله مربعه مستويه. رجع لنا مراد اخويا، مكون مراد خلينا 59 57 رفيق عمل في جميع الحالات، فانه نهايه اسبوع مريحه لكم بدل من حياتكم. بويكاند بويكاند خويا، يا دعتك صحه، هالجوره بويكاند.